الماتش اللي لا ريت نهار شويه يقصح باش تورى من الجمهور بعدا يساعدنا ويزدنا بدا الجمهور وعما صون غيختي يتبدا كينا. المهم الفرقه ايديسين قنيطره ديال الفرقه سعد الوطني قتوالم الفرقه قنيطره معروفه ثقيل عاب جهدا شي مهم يثري عاود معروفين ليكيبور بدا يثري سنج باش عام غتولد عام يجي المشكل. مهم الدعم الاقليم نشتي يلاه نبدا غنغلي زيترونجي يلعب يلاه مجوسين سيمانه مع شريم زكوامي يلاه قنتك الفرقه الاخرى ديري الفرقه في النغني تم الوداد سلاد طنجه بدا نترشح زكوامي هنا الترينران تقنشين يلاه باش نبدا نخدم. المهم باش ندوي الخوي في النغ غير باش تقعد مليح ني راه عندي ديباركان نربح ديباركان نهار تو غنغديني نخصها 17 12 ني غير واحد باش غنغرب نكي قتوال يلاه مجوسين يلعب من برا وان شاء الله مش قبل يلاه مش غنطق الفرقه عاد. This is a big game for us. Both teams were in the second division last year, so for us to come in here and get a win is very big for us to move to 3-3. I mean, it's a normal game for us. You know, we just got to come out every game and play hard and you know come out with a win. الحمد لله تأتالينا الفوز ومع ذلك اللي تفرحنا اكثر هما ان هذوك اللاعبين الشبان اللي تنقحموا في وسط المقابله هذوك هما الربح الاكبر ديالنا اكثر من المقابله لاننا تنربحوا بعض العناصر شابه هذاك هو الربح الاول ديالنا حقيقه. إترين ريف ناضوري كان واقف لنا الند خاصه في الشوط الثالث كان واحد فريق اخر تنعرفوا بانه حقق نتيجه ديال الانتصار في مدينه بركان رغم انه كان منهزم وهذا هو اللي كنا متخوفين منه اكثر رغم اننا فزنا عليهم في الشوط الثاني ولكن في مستودع الملابس الحين على اللاعبين انهم يبقاو مكونسونطرين في المقابله حتى لاخر رمق لانه كانوا منهزمين ضد بركان 15 نقطه ومع ذلك عادوا في اللقاء وانتصروا. المهم الفريق بعدا الفريق يثري بعدا بلا جمهور واجبوا الفريق واخي الجمهور ام التجرر الزيتين زين الكوال ماشي ورا الجمهور خصنا ناخذ دعم من الشين اذا من الدار انتار النظر انتار اخر من النظر ولا ذا ورا الجمهور قاسي يستافد بوركي الجمهور ديال الجمعيه يا نيو ذا تبدا كاينه خصنا داوي تا وين تبان تقني هني متقن لي بانين وعاود انت الشاشه متعاوني ثنواني هني حنا كاين غيرين كوار كاين خمين سافر دوينا ماشي عام خان كوار سلحفه امونينا يلا يلا الحمد لله من الفرقه قعدت تمون دي ساعتها وعاود كني وقت توارم كل شيء منهم غنيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نتشكر نهار ريفتي فيديو سينا تنغيوا قبل المقابله النغجر امل حسين ما يجن كيبو يقصح دي البولي دي نجا دي جروب ني دي نجا يجن كيبو نتخطط الشباب النظر محلي اللي راه كيس نهار. النتيجه ما شتو رام 83 نربح نهار ثراهم بارتي ذات سيغيدو دي دوزيام ديفيزيون اكو قاعد نغم الزوار عام سيغوندا ديفيزيون نتراجع الجمهور النظر هذا نغي يشجع شويه هذا نغي يعاون شويه معنويا باش نسيغي مو دي سيغوندا ديفيزيون باش نقعد ما نغني. السلام عليكم ورحمة الله. Me llamo Yamal Asmani, soy de Melilla y bueno, el entrenador es Shabar Rifnador. Bueno, hemos tenido un arranque de liga espectacular, tres victorias seguidas, invicto y seguimos soñando con algo bonito esta temporada, con chavales todos de la casa, de Nador, gente que no cobra ni un duro, gente que lo hace por amor propio del baloncesto, los colores de la camiseta y se deja en el alma y yo chapo, estoy súper contento. Thank you.